في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر لكبار القدر في دولة قطر، آبائنا وأمهاتنا، لأننا نؤمن بأنهم كنوز غالية في مجتمعنا وثروة من الخبرات والعطاء، وهم الجيل الذي وضع الأساسات الأولى لنهضة دولتنا التي نتفاخر فيها بين الأمم. واليوم حان الوقت لنقدرهم ونحسن إليهم كما أحسنوا إلينا ونرد جزءاً صغيراً من الجميل. تحظى فئة كبار القدر بأهمية بالغة ضمن قائمة أولويات دولة قطر. نحن نعمل بكل جدية لضمان حقوق وتحسين جودة حياتهم، فقمنا بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم كاملة، ونعمل كذلك على توفير سبل الرعاية الاجتماعية التي تكفل لهم حق الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. أهم ما نركز عليه هو تحقيق حياة أفضل لكبار القدر في قطر. نهدف لتذليل كل الصعاب أمامهم ودعمهم في حياتهم اليومية وتحقيق الاستفادة القصوى من خبراتهم. نعمل حالياً على اقتراح مراجعة وتعديل ما يلزم من التشريعات المتعلقة بهم في دولة قطر بحيث تصبح الحياة أكثر سهولة ومرونة من خلال إشراكهم والاستماع إلى آرائهم وتقييمهم للخدمات التي يتلقونها، بالإضافة إلى دعم مبادراتهم وتشجيعها وتبنيها ليكونوا فاعلين بعطائهم في المجتمع. نؤمن بأن العمل الجماعي هو الطريق لتحقيق النجاح، لذلك نحرص على تعزيز التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات لهم في دولة قطر. فمؤسسات الدولة في قطر كما اعتدنا عليها تعمل دائما كفريق عمل موحد يحمل هدفا واحدا، وهو تحسين حياة الإنسان باعتباره الثروة الأهم لدولة قطر. وختاما، فإن خدمة آبائنا وأمهاتنا تسعدنا وتزيدنا شرفاً، وسنظل نخدمهم دائماً بكل حب وسرور، ولن نتخلى عنهم أبداً، لأن برهم واجب إسلامي والحرص على مصلحتهم أولى أولوياتنا الوطنية. قدموا لنا الكثير وحان الوقت لرد جزء من الجميل، وكل عام وكبار القدر بألف خير.